Sometimes I get so mad, there's no control in me, my thoughts get so... أهلا بكم يا أصدقائي في Spot On المشاهير. وأخيرا أخبار سعيدة ومفرحة لفانز أفرا ومارت. بعد مقابلة أفرا سريج أغلو الجديدة والتي نشرتها لكم قبل قليل يا أصدقائي، والذي سألها الصحفي عن أخبار صحة تصالحها مع مارت رمضان ديمير وذهابه لمنزلها، رفضت أفرا الرد على السؤال واكتفت بالجواب طاب مساءكم. ولكن ظهر إن الصحافة بالفعل صورت مارت رمضان ديمير وهو يدخل في منزل أفرا سريج أغلو، وقاموا بتصويره والمقابلة كاملة، والفيديو الكامل سينشر يوم غدا إن شاء الله، وبالتأكيد سأنشره لكم يا أصدقائي. وبالمقارنة مع الصورتين، هنا هذه أفرا وهي تخرج من منزلها، والصورة الثانية لمارت وهو يدخل لمنزل أفرا، نجد أنه فعلا نفس المكان التي تعيش به أفرا. وهذه أخبار جميلة لمحبي الثنائي أن علاقتهم عادت كما كانت. ما رأيكم بالأخبار؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. نلتقي إن شاء الله بفيديو جديد. إلى اللقاء.